رغم دخوله شبه القارة الهندية مبكرة وحكم المسلمين البلاد على مدى عقود متعاقبة، لم يمتد الإسلام ليصبح دين الأغلبية كما حدث في مناطق كثيرة من العالم. بداية الفتوحات كانت عن طريق التجار المسلمين الذين دخلوا ولاية كيرلا جنوباً خلال فترة الخلفاء الراشدين. مع نهاية القرن الأول الهجري، أرسل الأمويون محمد بن القاسم فدخل السند فاتحة، ثم في العصر العباسي توالت الفتوحات وتشكلت الإمارات. يبلغ عدد سكان شبه القارة الهندية اليوم بنغلاديش وباكستان والهند 1,700,000,000 نسمة، ثلثهم من المسلمين. فلماذا لم يدخل الهندوس في الإسلام؟ الاتساع والتشتت. لم تكن الهند دولة موحدة لكثرة سكانها واتساع مجالها، بل كانت ممالك ودويلات انتشر فيها الإسلام بشكل متفرق. ظهرت تجمعات للمسلمين بباكستان وبنغلاديش وكشمير وشمال الهند وحيدر أباد، واستعصى على الإسلام دخول مناطق الهندوس. بقيت مناطق الهندوس موحدة من حيث السلطة الدينية وانتشار المعابد، ما سهل السيطرة على الأتباع والعامة وصعب اختراق العقيدة الجديدة لها. الطبقية. ترسخ النظام الطبقي الهندوسي الذي يقسم المجتمع تفاضليا إلى 4 مراتب: البراهمة وهم رجال الدين، الكشاتريا وهم الحكام، الفايشيا وهم التجار، السودرا وهم الخدم دون اعتبار، الداليت أو المنبوذين، ويعتبرون أدنى منزلة من العبيد والحيوانات. لم تتقبل الطبقات الدنيا الإسلام الذي يدعو إلى المساواة، ورأوه دينا خاصا بالطبقات العليا، وبقي دين الطبقات الحاكمة والقريبة منها. تأثر عدد من الحكام المسلمين بالنظام الطبقي الهندوسي، وعدوا تلك الطبقات غير جديرة بالإسلام في ظل جهلهم بأحكام الشرع وبعدهم عن مراكز الخلافة. سياسة الحكم. كان العديد من حكام الهند حديث عهد بالإسلام، فلم يطبقوا الشريعة. حكمت الهند إذن بالمسلمين لا بالإسلام. عقد حكام المسلمين تحالفات مع الهندوس وأعطوهم حرية إقامة طقوسهم، ولم يهتموا كثيرا بدعوة الطبقات الأقل شأنا للإسلام. بل إن أعظم حكام المغول بالهند أكبر شاه حاول إيجاد عقيدة مشتركة تجمع الهندوسية والبوذية والزرادشتية بالإسلام ليسهل تجميع أتباعها وحكمهم. الاستعمار. عقد الاستعمار الإنجليزي الأوضاع، عمل على تهميش المسلمين وتمكين الهندوس، فانحسر المد الإسلامي وتفاقمت معاناة المسلمين مع تقسيم الهند بعد رحيل الإنجليز وهجرة مئات الآلاف من مسلميها إلى باكستان وشقها الشرقي ببنغلاديش، ما حول مسلميها إلى أقلية مستضعفة. ساءت أوضاعها مع صعود التيار القومي الهندوسي المتطرف الذي بات يحكم البلاد.